حتى هذه اللحظة 5 نزوحات، ولذلك النزوح مستمر. وصلنا إلى هذا المخيم لا توجد فيه مقومات الحياة، لا يوجد الغذاء، لا يوجد المأوى، لا يوجد الصحة، لا يوجد التعليم. لذلك ناشد المنظمات الخيرية أن تلفت النظر إلى هذا المخيم الكبير الذي فيه معاناة شديدة. النازحين إلى محافظة مأرب لا زالوا يتوحدون باستمرار. الحروب التي تشن على محافظة مأرب هي تعتبر أكثر ضرر على النازحين. لدينا أربع مخيمات تم حرقها في هذه المواجهات الأخيرة، منها مخيم نبط ومخيم الرخيم واثنين مخيمات في مديرية مدغل.